معانا الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف على المسابقات عشان نتعرف منه أكتر على مسابقات الناشئين وأيضا تكوين الأجهزة الفنية للمنتخبات. تحياتي ليك يا حاج عامر. خير يا كابتن أسامة، إزي حضرتك؟ منور قناة الأهلي. الله يخليك بوجودكم، ربنا يكرمك. السنة دي اتحاد المصري لكرة القدم كنا كل سنة بنتأخر في الإعلان عن بدء انطلاق المسابقات الجمهورية. السنة دي اتحاد الكرة بيعلن بدري انطلاق المسابقات 3/9، ودي خطوة مهمة وخطوة جيدة من قبل الاتحاد حاج عامر. طبعا حضرتك عارف ان احنا مستر فيتوريا جاي علشان بيعمل مشروع 4 سنين للكرة عامة والمنتخب الوطني الأول، فطبعا كل الحاجات اللي بيطلبها بنحاول ننفذها له كمسابقات، ومن ضمنها ان هو دول من الشباب والناشئين لازم يلعبوا 10 شهور على الاقل من 12 شهر. فهو لما جه طبعا لقى ان في اجازه نص السنه في امتحانات، واجازه وامتحانات اخر السنه بيتعطلوا فيها بعد المراحل في رمضان ما بتقدرش تلعب لقله الملاعب المضاءه. تمام. وبالتالي كان طلب مني ان الشباب واللعيبه الصغيره انها تلعب مده طويله مش اقل من 10 شهور في السنه. فبالتالي طبعا احنا لازم نبدا بدري، واعلنا الكلام دوت بدري عشان تبقى الانديه كلها عارفه، لان احنا بقى لنا كام موسم كان عندنا مشكله ان القيد ما يتفسحش الا مع الفريق الكبير، وبالتالي ما كناش بنقدر نبدا زي زمان في 2008. بقى لنا كام سنه بنتاخر عشان موضوع القيد، لان السيستم لازم يتفتح مع الفريق الاول، وبالتالي الفريق الاول كانت الدوريات بتتاخر في كل سنه. كنا بعد الكورونا وبعد المشاكل اللي قابلتنا كويس كنا بنخلص شهر 12 مره الدوري، او بدانا شهر 12 كنا بنخلص شهر 10 بعدين 9 السنه اللي فاتت 30/8. السنه دي الحمد لله خلصنا بدري شهر 7، وبالتالي لما القيد بقى مفتوح بقى في حل عندنا ان احنا نبدا بدري. كويس. اعرضوا لنا الجواب والحاج عامر بيتكلم كده، الجواب اللي اتبعت من الاتحاد المصري لكره القدم للمناطق والمناطق طبعا او للانديه. معانا الجواب يا حاج عامر دلوقتي، وحضرتك بتتكلم عن المدير التنفيذي، ده الجواب اللي اتبعت للانديه كلها، البطولات اللي يشارك فيها النادي في المراحل السنيه 2003 و5 و6 و7 و8 و9، الملعب الذي ستقام عليه مباريات ناديكم، الزي الاصلي والاحتياطي، اشتراطات اللي اتبعتت للانديه، وكمان الملعب اللي ستقام عليه مباريات النادي خلال شهر رمضان. يعني كل الحاجات دي طالبينها من الانديه. 2003 المسابقة تبدأ 3/9، بطولة 2005 تبقى يوم الثلاثاء 5/9. تمام، لأن احنا طبعا لو حضرتك عارف إن احنا المرة دي فتحنا باب الكود بدري، فبالتالي في فرصة للأندية، لأن اللي عنده عقود في اللعيبة دلوقتي في الشباب أو الناشئين ما يقدرش يدخلهم على السيستم، فبالتالي ما نقدرش نحرمهم إن احنا نبدأ بدري ونخلي المحترفين بس اللي عندهم عقود لما يتعيدوا مع الفريق الاول. فدلوقتي فرصه متاحه ان احنا كله يبدا ونبدا بدري عشان كمان ما نضغطش الانديه، لان حصل قبل كده طبعا كان في ضغط على الانديه بيلعبوا مرتين كل اسبوع لفترات طويله، فبالتالي طبعا السفريات حضرتك عارف في بعض الانديه او 50% من الانديه ما بتقدرش تبات قبل المباريات، تروح في نفس اليوم نظرا لامكانيات الانديه ديت. فطبعا دي كانت بتعمل ارهاق وضغط على اللاعبين والاجهزه، فبالتالي لما نبدا بدري هنضطر او هيبقى عندنا المساحه والرفاهيه ان احنا ما نضغطش اللعيبه، ويبقى الضغط خلال اسبوع اسبوعين بتكشف في كل دور، ويبقى بيلعب مباراه كل اسبوع. تمام. بالاضافه ان المنتخبات طبعا لازم هنترك لها مساحه. المنتخبات عايز اروح لها برضه يا حاج عامر، تم الاعلان برضه من قبل الاتحاد ان يوم 24 اغسطس هيتم الاعلان، هل تم خلاص التوافق بين مجلس الاداره على الاسماء اللي هتعلن، ولا لسه برضه في مرحله الاختيار والانتقاء؟ هي في لجنه مشكله من كابتن بركات وكابتن حازم وانا عشان نقدم ترشيحات واسماء، وبعد كده مجلس الاداره بيختار من الاسماء اللي احنا هنرشحها. المنتخبات اللي هيتم تكوينها 2005 و7 و8 و9. تمام. هيتم الاعلان عن الاربع منتخبات مره واحده؟
ان شاء الله قدر الامكان. طبعا احنا عندنا بس ال 2007 اللي لسه التصفيات بتاعتهم متاخره شويه، يعني شغلهم متاخر شويه. احنا عايزين نبدا بدري. وان شاء الله احنا بنحاول كده، خاصه ان المنتخب 2005 لان حضرتك متابع جيد للمسابقه ديت والمرحله ديت، في عدد كبير من الموهوبين حقيقة. وانا رايي شايف ان الجيل دوت يعني هيبقى امل للمنتخبات الوطنيه عندنا مده طويله ان شاء الله. حضرتك بتقول لي الاهتمام بالجهاز ده بصفه خاصه، اللجنه حضرتك قلت لي موجود فيها كابتن محمد بركات، الكابتن حازم امام، حاج عامر حسين. ابرز الشروط اللي محطوطها حاج عامر لانتقاء المدربين اللي هيتم اختيارهم او الاجهزه الفنيه اللي هيتم اختيارها للمنتخبات؟ يعني في معايير محطوطه وبعتناها ونشرناها لاكثر من المدربين، ومدربين كتير قدمت استمارات وبناء على المعايير ديت وبناء على الاستماره ديت. في اسماء كتير اتقدمت موجوده. فطبعا ان ما في بتبقى اولويات للناس اللي لعبوا في المنتخب، الناس اللي دربوا في المراحل السنيه اللي تحت، كويس، دربوا في المنتخبات الوطنيه. ممتاز. لان حضرتك عارف ان بيبقى في ضغوط قويه جدا، شغل المنتخبات غير الانديه مختلف تماما حقيقه. وفي مدربين بيبقوا متفوقين في المنتخبات وفي مدربين متفوقين في الانديه، ما بتتحملش ضغوط المنتخبات. بالاضافه ان شاء الله يعني بقول لحضرتك ان كل الاسماء ديت بنحصرها. انما موضوع التوازنات، عشان انا سمعت حضرتك لا مش هيحصل المره دي، ما فيش حته التوازنات. لانها فترات سابقه في فكر جاء ما خدش من الاهلي والزمالك، ايوه، واخذ مدربين من انديه غير، او كانوا بيلعبوا في انديه غير الاهلي والزمالك. كان فكره، كان في بعض الاوقات واحد من هنا وواحد من هنا، ايوه، ما يبقاش الجهاز متكامل ولا متفاهم. فبالتالي الامور دي كلها لا هتتراعى ان شاء الله. تمام. اهم حاجه عنصر الكفاءه واللي هيقدر يضيف للكره المصريه. نجاح المنتخب الاولمبي وخاصه كمان ميكالي مع جهاز المنتخب الاولمبي والعرض اللي احنا شفناه اكثر من رائع في كاس الامم الافريقيه الاخيره في المغرب، ده بيحمل الاتحاد المصري لكره القدم مسؤوليه اكبر في اختيار المنتخبات او الاجهزه الفنيه القادمه؟ يعني الحمد لله ربنا وفقنا في اختيار المدير الفني المنتخب الاول والمدير الفني المنتخب الاولمبي. ودي كانت اول اختيارات للاتحاد في المجلس الحالي. يمكن احنا المده بتاعتنا قصيره، هتعدي 3 سنين، فبالتالي الاختيارات دي كانت موفقه. الحقيقه المنتخب الاولمبي كان له وضع خاص جدا، حتى بعض المدربين ما رضوش يمسكوها على ان اللعيبه ما بتلعبش في الدوري الممتاز كتير، مش عدد كبير اللي بيلعب، وما بيلعبوش بصفه مستمره، غير لان كله قارن بينها وبين المنتخب الاولمبي السابق اللي كان فيه نجوم كبيره. لان حضرتك فاكر ان الاولمبياد لما اتاخرت سنه فبقت اللعيبه وصلت ل 24 سنه فكانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز كتير. اما المنتخب ده كان له ظروف خاصه، فبالتالي الامور كانت صعبه. انما الراجل الحقيقه لما جمدنا الاختيارات كان الاختيار ان مستر ميكالي واخد ميداليه ذهب مع منتخب البرازيل، فبالتالي اتعامل مع السن دوت، فكان اختيار موفق. وطبعا الكابتن بركات كان له دور في الكلام ده طبعا. والحقيقه لما قعدنا مع الراجل من قبل ما نتكلم عارف كل مشاكل الجيل ده، وعارف ان المنتخب الاولمبي مش اجنده دوليه، واحنا بطريقه غير مباشر في المسابقات كنت بفرغ مساحات في الجدول الدوري، بيديني هو وكابتن بركات اسماء اللعيبه هيختارها في المعسكر عشان عايز يعمل مباراه وديه كل شهر الفتره اللي فاتت. فكنت بضغط ماتشات للفرق ديت اللي هو بياخد منها اكبر عدد من اللاعبين عشان نديله فرصه، لانه هو غير المنتخب الاول، المنتخب الاول الاجندات بتاعته معروفه. الراجل جاب بقى له سنه واحده بس، جاب في وقت صغير جدا وناس ما بتلعبش. انما بقى الميزه يا كابتن اسامه ان بعد ما راح المنتخب الاولمبي الشباب دول رجعوا بقى 80 90% اساسيين في الفرقه بتاعتهم، قوامل الانديه بتاعهم. قبلها ما كانش بيلعب خالص، دلوقتي بقى بيلعبوا كتير. حقيقي الجيل دوت بيلعب كتير، فبالتالي كان ليه دور مؤثر جدا ما نقدرش ننكره استاذ ميكالي. والحقيقه انا طبعا عشان المعسكرات اغلبها كانت في اسكندريه او كلها كانت في اسكندريه قبل التصفيات الاخيره دي نهائيات. الحقيقه شغله في الملعب شغل يعني انا ما شفتوش من الفتره الجايه طبعا مهمه للمنتخب الاولمبي والاستعدادات والمباريات الوديه القويه اللي هتقام علشان مصر ان شاء الله يعني عندها جيل قادر انه يحقق ميداليه في الاولمبيات القادمه في باريس.
يمكن ده السبب يا كابتن اسامه الرئيسي ان احنا ما حطيناش الخمسه الزياده اللي في 2001. كنا بنحطهم زياده على الدوري الممتاز. كانت الانديه بتحطهم عشان تحفظ مكان بس بيهم، انما ما كانوش بيلعبوا بصفه مستمره، فبالتالي اللعيبه ديت احنا محتاجينها في الفتره اللي جايه. فكده النادي اللي هو احنا محتاج فعلا اللعيب يلعب يبقى هياخد منهم ال 2001، اللي مش محتاجه في الدوري بتاع القسم الثاني هيبقى دوري قوي اللي تحتيه، ممكن اللعيبه دي بتروح تلعب فيه او بتروح لانديه ثانيه توزعها على الانديه اللي هتبقى محتاجاهم ان هم يلعبوا. فالراجل هيبقى عنده فرصه كبيره ان هو يختار من الجيل دوت. والميزه كمان ان مستر فيتوريا طبعا قاعد 4 سنين ان شاء الله معانا، ان هو عينه على لغايه 2003 وهو معجب جدا بالمنتخب بتاع 2003، وكان دايما تقول ان في مواهب كمان ممكن اكتر من ال 2001. انما هم ما وفقوش في البطوله اللي كانت في القاهره هنا، انما كافراد هو شايف ان في عناصر ممكن تنضم لمنتخب 2001. يعني هو ممكن بيعمل توليفه، وممكن في يعني التخطيط ان الموسم اللي جاي ان شاء الله ان احنا نخش في نلعب في بطوله الامم اللي هي المحليين كويس في حاله استمرار اقامتها، ويتعامل الجيل بين المجموعه ديت 2001 و2003 يبقى منتخب تاني للمنتخب الوطني الاول. ده تفكير مستر فيتوريا، وده فكر محترم. حضرتك قلت لي يا حاج عامر ان مستر فيتوريا يعني هو اللي طلب ان مسابقات الجمهوريه او الناشئين تقام على مدار 10 شهور. هل هيكون في متابعه منه من خلال المباريات؟ هل في تقارير ممكن تقدم لمستر فيتوريا علشان يبقى عنده برضه درايه اكبر بمسابقات الناشئين والقاعده الناشئين موجوده في مصر؟ ان خاصه ان حضرتك قلت لنا خلاص ان هو موجود 4 سنوات في الكره المصريه. اكيد طبعا، ويمكن برضه من ضمن الفكر عشان استمراريه المشروع دوت ان اللي عامله مستر ميكالي يعني خلانا نفكر الحقيقه. اللجنه المشكله وعرضناها على مجلس الاداره المره اللي فاتت على ان مستر ميكالي لو وافق ان هو يبقى يكمل مع منتخب 2005، يعمل يعني الجيل بتاع 2005. فده طبعا هيعمل استمراريه، لان في تنسيق كامل بين مستر فيتوريا ومستر ميكالي، فاحنا عايزين يبقى في سيستم واحد لكل المنتخبات. ممكن دي تبقى البدايه لكل المنتخبات اللي جايه، يبقى كله شغال بفكر واحد وبرنامج واحد، ويبقى الاختيارات حتى للعيبه هيبقى بناء على الفكر الواحد اللي هم مستر فيتوريا ومستر ميكالي يعملوه بكل الاجهزه اللي هتتحط. هروح لحضرتك لنقطه ثانيه يا حاج عامر، يعني كان فيها تساؤلات كتيره. الاتحاد المصري لكره القدم بعت للانديه يوم 27/7 فتح باب القيد للمرحله الاولى 5 ل 5/8. يوم الجمعه 4/8 اتحاد الكره مد فتره القيد ل 8/8. ايه اللي حصل جديد علشان اتحاد الكره يمد، خاصه ان في انديه زي الاهلي زي الداخليه زي المصري، الانديه دي لعبت مسابقه في كاس مصر بالكود الجديد وتم الاستغناء عن بعض اللاعبين. ايه اللي حصل يوم الجمعه 4/8 عشان اتحاد الكره يمد فتره مد القيد ل 8/8 ونشوف انديه انها بتأيد النهارده؟ هو للاسف اللغه اللي حصل ان الموضوع كان بالنسبه للقسم الثاني مش الدوري الممتاز خالص. انما هو في بعض الناس اخذتها على حته الدوري الممتاز. انما المشكله كانت في القسم الثاني، لان اللغه اللي حاصل في دوري ال 20 نادي المحترفين ولا ما فيش. والاجتماعات اللي حصلت، فالانديه طلبت مهله بتاعت القسم الثاني ان احنا نديهم فرصه علشان يعيدوا، خاصه ان في كان يومين حضرتك عارف الجمعه والسبت فيهم وسط فتره القيد ديت. انما الموضوع ما كانش له علاقه بالدوري الممتاز خالص. انما السيستم انت بتمده وتفتحه اول مع ثاني، فكل الاقسام اللي فوق دي بتتفتح في وقت واحد. يعني تسيب الدوري الممتاز وتاخد القسم الثاني لوحده في ميعاد لوحده، كل المواعيد بتتطبق على كله. انما يعني صدقني بالامانه يعني ان الموضوع بعيد عن الدوري الممتاز خالص. انا مصدقك يا حاج عامر، بس دايما اتحاد الكره يعني هو قمه الهرم في الكره المصريه، هو اللي بيدير وهو اللي بيحط اللوائح، وهو اكتر واحد لازم يكون ملتزم بكل اللوائح وكل المواعيد اللي بيبعتها الانديه. فالنهارده يعني ما هو برضه كابتن الاهلي والداخليه والمصري وكل الانديه بدات يعني تجري بسرعه عشان اللعيبه اللي هتأيدها، اللعيبه اللي هتم اعارتها، اللعيبه اللي هتمشي، اللعيبه كل الكلام ده. اذ فجاه يوم 4/8 و4/8 كان يوم جمعه،
وكان صابح تاني يوم 5/8، النهارده نهايه القيد الاولاني، فاتحاد الكره مات كده كده. الانديه كان في انديه عندها ارتباطات كده كده، كانت لازم هتعيد حتى لو 8/8 كان لازم هتعيد بدري عشان تلعب. يعني في ماتشات كاس مصر وفي الزمالك راح البطوله العربيه. ففي انديه كده كده كان الوقت ما يعني مش هيفيدها او يضرها، انه كان مضطر ان هو يقيد عشان يلعب. الدوري الممتاز بقى يا حاج عامر هيبتدي امتى وينتهي امتى؟ والله احنا التصور اللي احنا حاطينه يوم 15/9 ان شاء الله. انما احنا عندنا بعض الارتباطات. الاتحاد الافريقي الحقيقه كان عامل مباراه السوبر لاهلي الاتحاد العاصمي من 13/8 وبعدين اجلها ل1/9، وبعدين واضح ان هي مش هتتلعب 1/9، فقال تقريبا هيتعمل في الفتره الثانيه من شهر 9. وبعد كده الاتحاد الافريقي كان قال ان مباراه السوبر الافريقي البطوله الجديده اللي هيشارك فيها الاهلي ان هي اللي هيشارك فيها 8 انديه مش هيلعبوا دور 32. بعدين فوجئت ان الاهلي محطوط في القرعه بتاعت الدور 32 وهيلعب يوم 16/9 اول مباراه في دور 32 هو والثلاث انديه الاخرى في مصر. فبالتالي كل الامور ديت، بعدين سمعنا ان هي هتتعمل من 20/10 ل11/11. طبعا ما جالناش حاجه في الاتحاد لغايه دلوقتي، ما وصلنيش حاجه. وحتى في ناس طلعت كلام ان الاتحاد الافريقي قال ما فيش نادي يلعب في دوري محلي في الفتره ديت. طب ما هو طبيعي لما تلعب من 20/10 ل11/11 بتلعب 21/22 يوم، بتلعب المفروض تلعب 6 مباريات على الاقل اللي هيوصل للنهائي. يعني هيلعب كل 3 ايام او 4 ايام، 3 ايام ونص ماتشات فيها 3 سفريات و3 في ملعبه، يعني رايح جاي هيلعب كل 3 ايام. الموسم الجديد الاجنده مضغوطه، فالامور صعبه. عشان كده لازم الاتحاد الافريقي بشكل نهائي يحدد المواعيد وبناء عليها شوف الفراغات اللي موجوده. بناء الفراغات ديت بعمل تصور واقدمه لمجلس اداره الرابطه وقال لهم ادي المواعيد المتاحه عندنا. ولو لعبنا الدوري الطبيعي بتاعنا هنخلص هنا، لو لعبنا التصور هو الدوري من دور واحد زي بعض الدول اللي بره، عشان في ناس ما فيش حد بيعمل كده بره، لا في دول بره بتلعب الدوري من دور واحد، منهم بلجيكا، بعدين ياخد جزء فوق بيكمل والجزء اللي تحت بيكمل بعد كده بنفس النقاط بتاعته. فبيقلل عدد المباريات وبتبقى المنافسه قويه جدا. في بعض الدول العربيه تونس بقى لها 3 سنين بتعمل دوري المجموعتين، زي تونس بيلعبوا دوري المجموعتين، بقى له 3 سنين بيعمل دوري المجموعتين. طب التصور يا حاج عامر، احنا مش حابين دوري المجموعتين في مصر، ما بيحبوش لان ما بقاش فيه المجموعتين. ممكن ما يبقاش فيهم تكافؤ فرص، ممكن انديه كبيره ما بتقابلش بعض. فده بيضر من الناحيه التسويقيه. فبالتالي النظام الافضل اللي هو الدوري من دور واحد، بتضمن ان الانديه الكبيره بتلعب مرتين على بعض. طب التصور الاقرب يا حاج عامر، هل الدوري هيبقى من دور واحد، هيبقى من دورين؟ يعني انا بقول لحضرتك انا بناء على الفراغات بقدمه للرابطه، الرابطه بتعرضه على الانديه عشان الموضوع التسويقي، فلازم يرجع للنادي. وعملنا كده من 2 سنين وال 18 نادي رفضوا النظام ده بتاع الدوري من دور واحد. كان عندنا نفس المشاكل والارتباطات، يمكن السنه دي اكتر. انما كان المره اللي فاتت 18 نادي قالوا لا احنا نخلص زي ما نخلص حتى لو اتاخرنا كويس ونلعب الدوري بتاعنا يعني الطبيعي. يعني النهارده اذا شكل الدوري الجديد لسه لم يحسم الشكل الجديد بتاعه. اكمل لك بقى يا كابتن اسامه، الانديه لما قالت كده من 2 سنين انا اللي تهاجمت برضه في الاخر ان الدوري اتاخر، رغم ان احنا عرضت عليهم كل حاجه. فنتمنى ان شاء الله بعد الاتحاد الافريقي ما يحضر الاجنده ونعمل التصور، هقدمه للرابطه. والرابطه بتنسق مع الانديه لان هم مفوضين من الانديه، وبعد كده تاخد بقى القرار اللي هم هيتاخد. أما اللي بنفذه في الآخر وأنا اللي هاجم في الآخر يعني عادي. لازم تتحمل يا حاج عامر، دي ضريبة العمل العام يعني. طبعًا. أخيرًا بقى، مصير دوري المحترفين؟ لا إن شاء الله هو دوت، أصل في أندية ترتب عليها حقوق. يعني في أندية ترتب لها حقوق بناءً على الشروط اللي راحت المسابقة. في 20 نادي هيلعبوا مع بعض، 20 نادي دول لهم حقوق. وفي 27 نادي صعدوا من القسم الثالث على القسم الثاني في المجموعة الثانية. فبالتالي يبقى في 27 وفي 20 فوق، 47 نادي لهم حقوق غير الناس المعترضه على الناحيه الثانيه. فبالتالي احنا لازم نطبق الشروط،
انما في بعض الانديه فاهمه غلط ان هي ممكن ما يبقاش لها صوت في الجمعيه العموميه. في بعض الانديه قال لك لا احنا عملنا دور استحدثنا قسم زياده بقى في 5 اقسام غير 2، عشان كده يمكن دي اللي خلى موضوع التصفيه ان الثالث يصفي مع حد مع الثلاثه اللي تحت في المجموعه الثانيه. يعني كل الامور ديت من امبارح كان في اجتماع مجلس الاداره. يعني عايزين ناخد منك خبر على الهوا، هل دوري المحترفين هيتلعب بالشكل اللي انتوا اعلنتوه ولا مش هيتلعب يا حاج عامر؟ لا هو ال 20 نادي لازم هيلعبوا مع بعض ان شاء الله، ما فيهاش كلام ديت. هيلعبوا مع بعض، هيتاخد اول وثاني هيصعدوا للدوري الممتاز. ده التصور الموجود. والتالت هيصفي في الدوره مع اول كل مجموعه في دوري الدرجه الثالثه، صح كده؟ ثلاثه ما فيش ثالثه، هم قسم ثاني برضه مجموعه قسم. بس المجموعه الثانيه. هو يعني انت بتدلع الاسم شويه يا حاج عامر، لكن هي في الاخر معروفه والمسمى بتاعها قسم ثالث. بس النهارده يعني فيها ظلم شويه. اتفضل. صح ولا ايه؟ من ناحيه النهارده الطبيعي المعروف دوري المحترفين اول ثاني ثالث واضحه وسهله. يعني فيها صعوبه شويه، اخد الثالث من هنا ويروح يصفي مع الثلاثه من هنا واعمل دوره رباعيه. طب ما انا هقول لحضرتك حاجه، هو في الهبوط الدوريات اللي بره الاخير بينزل على طول، قبل الاخير ما بيصفي مع اللي طالع. صح ولا احنا بنتكلم الاول على الصعود الاول؟ هل حد في ظلمه هي ايه؟ علشان تعمل مسابقه قويه لدوري ممتاز يبقى فيها كل الفرق فرق قويه. طب ما هو ال 20 نادي اللي هيدور يبقى قوي ولا ضعيف؟ ما هو الاقوى برضه هيفضل. الطبيعي ان الثالث اللي فوق هيبقى اقوى من الثلاثه اللي تحت. طبيعي، عشان واحد يبقى ثلاثه من اجمل 20 فرقه. هيلعب مع ثلاثه من الاقسام اللي تحت، القسم اللي تحت. يبقى معنى كده حضرتك المفروض مين اللي اجمد؟ ما هو لازم هو ده، ما حضرتك بتقول الكفاءه والاقوى، يبقى طبيعي ان هو اللي يكسب. خاصه انه هيلعب 6 مباريات، يعني مش مباراه خروج المغلوب ممكن ما يبقاش موفق فيها. وبعدين ده بيخلي الكلام ان احنا طلعنا عملنا درجه زياده، يعني في انديه بتقول لك ان عملت لي درجه زياده وده مخالف للائحه. لا انا ممكن تصعد كل الانديه اللي تحت بقى من حقها تصعد من اول سنه زي ما كانت من حقها تصعد في الموسم اللي فات على الدوري الممتاز على طول، فانت بتديهم الفرصه. انما هو ممكن يصعد من سنه واحده. طب الانديه اللي اعترضت الانديه اللي ادت اعتراضها يا حاج عامر، طب اكمل النقطه ديت. اتفضل. حضرتك قبل كده كان بيلعبوا مجموعه 16 نادي بيطلع واحد من كل 16. تمام. وحضرتك طبعا ما فيش كلام ان في مجموعات كانت قويه وفي مجموعات اضعف اقل. كويس. دلوقتي انت بتطلع 2 من 20 مباشره وبتدي فرصه للثالث، يعني لو كان بيطلع واحد من 16 يبقى 2 من 20 وبتدي فرصه للثالث كمان وفرصه اكبر بناء على الاحتكاك طول الموسم. يعني عموم التفاصيل ديت عمرك ما هتراضي الناس كلها، عمرك ما هتلاقي عدد الانديه كم الانديه دي 76 نادي ان هم يوافقوا على شروط واحده، مستحيل. لا اصل بص، يعني انت بتكون حاجه جديده. انا فاهم حاجه جديده، لكن السهل النهارده او الواضح بالنسبه للناس دوري الدرجه الثانيه اول 3 فرق بيصعدوا دوري ممتاز، ومن الممتاز بينزل للدرجه الثانيه، ومن الثالثه بيصعد للثانيه. هو ده المعتاد وده المعروف. بس بعد ما تعمل التكوين الجديد، انت بتعمل مشروع جديد ما كانش موجود. المشروع دوت 30 سنه اتحاد الكوره مش عارف يعمله. لا احنا بنحييكم طبعا، بنحييكم على خطوه ان يكون دوري المحترفين موجود. دي خطوه كنا بننادي بها من سنين انكم تعملوها. دلوقتي لا، بنقول شكرا لاتحاد الكوره وتحيه لاتحاد الكوره، لكن لما نعملها عايزين يعني تبقى عمالين تبقى الامور كلها صح. بس ما بقول لحضرتك ما تقدرش تعمل كل حاجه جديده. ما يبقاش فيها سلبيات، مستحيل. لما تنقل من حاجه لحاجه لازم يبقى فيها سلبيات. يعني ده في اول سنه وبتشوف السلبيات والايجابيات وممكن تعدل فيها بعد كده. بعد كده خلاص، بس انت اعمل ثبت الدوري دوت. مش سلبياته وايجابياته ايه، بس لازم تعمل تاخد النقله ديت. تمام. بنشكرك يا حاج عامر، شكرا جزيلا. معلش طولنا عليك، ويعني كانت مداخله مهمه عشان نوضح كل مسابقات الناشئين كمان، وكان فرصه نوضح القيد الجديد والدوري الممتاز وكل الامور. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.